يعني احنا علمنا يعني بطريق الصدفة من الناس اللي بيجوا دائما على المنطقة هاي منطقة عين ناطر، في عمليا بتقع شرقي سهل البطوف، في المنطقة الشرقية ايضا لعرابة البطوف، وعمليا غربي عيل ابون وبالقرب من قرية لبعين انجداد. المستوطنين بيجوا على هاي المنطقة قبل يومين وبقوموا بعملية حسب ادعائهم ترميم مثل ما انت شايف، وهذا الاشي مش مفروض انه هن اللي يقوموا فيه. عدا عن هيك احنا بنشوف انه هاي العملية هي عمليا محاولة للاستيلاء على هاي المنطقة، على هاي المنطقة التاريخية، هاي المنطقة من عشرات السنين اهالي عرابي والمنطقة لبعينة وعيل ابون وغيرها بيجوا لهون بسقوا الأراضي القريبة هون، بسقوا كانوا المواشي برضو من هاي المنطقة. احنا واحنا اولاد والاولاد لحد اليوم بيجوا بيسبحوا هون، واحنا كنا هاي منطقة مهمة بالنسبة لنا، جزء من تاريخنا ومن حضارتنا ومن أرضنا، هي جزء من أرضنا اللي بحاول المستوطنين انهم يستولوا عليها. والتسجيل باللغة العبرية في قاع العين بالبطون والزفت بكلمات عبرية وإنها ذكرى لبعض الأشخاص المذكورين هون، وايضا حفر اسماء لاشخاص يهود ما بنعرف مين هن صهاينه على العين، هي محاوله لتثبيت هاي المنطقه عين ناطف انها هي جزء من كانه لليهود، وبين قوسين كانه جزء من التراث اليهودي. التراث اليهودي ما إلوش شيء وجود في هاي المنطقه، ما إلوش اصلا وجود يعني بالمعنى السياسي بفلسطين كلياتها، حتى لو كانوا موجودين تاريخيا هون لكن بهاي المنطقة ما كانوا موجودين. هي محاولة للاستيلاء على هاي المنطقة، محاولة للاستيلاء على هاي المنطقة. احنا اليوم مجموعة من اللجنة الشعبية ودعينا البلدية، للأسف ما اجت بالاتفاق مع البلدية، كان المفروض يكون رئيس البلدية عشان نتابع هذا الموضوع، لأنه هاي المنطقة تابعة لمنطقة نفوذ مزقاف، مجلس إقليمي مزقاف واللي هي مجلس مستوطنات. مهمة مزقاف هي الاستيلاء على أراضينا، مهمة مزقاف هي الاستيلاء على ما تبقى من أراضي العرابة وسخنين وعيل ابون ولبعينة وكفر مندا وكل هاي المنطقة. فهاي واحدة من مهمات إن هي محاولة الاستيلاء على هاي المنطقة التاريخية، المنطقة الجميلة اللي بتقع على يعني بالقرب من سهل البطوف واسمها عين ناطف. طبعا احنا بندعو اهلنا في عرابة ولبعينة وعيل ابون وسخنين وكل ودير حنا والمنطقة انهم يجوا لهاي المنطقة، يجوا لهون. احنا رايحين ندعي ليوم عمل تطوعي، وراح نتابع كلجنة شعبية مع البلدية كل الامكانيات والسبل الممكنة للحفاظ على هاي الارض ومنع سرقة عين ناطف بكل الاشكال اللي ممكنة من قبل المستوطنين اليهود.